نبدأ هذه الجولة من صحيفة السودان ومنها نقرأ: النائب العام إجراءات ضد 51 متهما بينهم البشير وكوشيب في جرائم دارفور. كشف النائب العام مولانا تاج السر الحبر عن تدوين 4 بلاغات في مواجهة المدير العام السابق لجهاز الأمن والمخابرات صلاح غوش الموجود خارج البلاد، فيما أفصح عن شروعهم في إعادته عبر الانتربول. وقال إنهم بدأوا إجراءات تحقيق في مواجهة من أشار إليهم الرئيس السابق عمر البشير خلال محاكمته الأخيرة بتسلم أموال منه، سواء كانت جامعة إفريقيا العالمية أو عبد الحي يوسف أو خلافهما. وأكد أن الأمر فرضته ظروف قرار إدانة البشير، وأعلن عن بدء إجراءات تحر في قضية دارفور منذ العام 2003، ووضع كل الذين كانوا من في قيادات النظام كمتهمين في البلاغ، وعلى رأسهم البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب. بداية، قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذا الخبر، دعنا نلقي بإضاءة عامة عن تصريحات مولانا نائب العام مولانا تاج السر الحبر. كيف تعلق على ما رأيته في مؤتمر الصحفي بالأمس؟ وأكيد قضية العدالة هي من الحاجات الأساسية التي أجعلت الثورة وإحدى مطالب الرئيسية، شعار الثورة الرئيسي حرية سلام وعدالة. وهناك مظالم كبيرة ارتكبت من قبل النظام السابق، وإذا أي دولة دار تأسس لدولة وطنية حديثة بتقوم على القانون على العدالة، وبالتالي النائب العام باستمرار مطلوب منه حديث وبيانات حتى يعلم الناس أين تقف مسألة العدالة والتحقيقات. ومهمة من التحقيقات أن يكون كل القضايا تتم بشفافية وبوضوح وتملك الرأي العام كل ما يدور، لأنه ضحايا أي انتهاكات هم المواطنين السودانيين. فبالتالي من واجب النائب العام ومن واجبات أجهزة العدالة تطلع المواطنين اللي هم متأثرين بما حدث وما سيحدث بكل شفافية بمجريات التحقيقات، مجريات الاتهام. ونحن في مرحلة جديدة تطلب العدالة، تطلب الشفافية، تطلب أن يكون الشعب السوداني ملم بكل تفاصيل حياته، إذا كان في كل المستويات، إذا كان في الاقتصاد، في السياسة، في القانون، في العدالة، في التحقيقات. من حق الشعب أن يعلم وأن يعرف وأن يتابع. طيب، لا نتحدث أيضا عن دور النيابة المهم في هذه الفترة. ما المنوط به أن تقوم به النيابة في هذه الفترة في تحقيق العدالة، في تحقيق واحد من أهم شعارات هذه الثورة؟ أكيد في عدد كبير جدا من المظالم تمت، عدد كبير من التجاوزات تمت في السنوات الماضية. لابد أن يعطى كل شخص حقه، وبالتالي الشيء الطبيعي تكون في البداية في لجان تحقيق، في بلاغات تتفتح، في إجراءات تتفتح، ويكون في تثبيت حق كل شخص إنه يدافع عن رأيه بالصورة القانونية. حتى المتهم لما يقول المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومطلوب من النيابة القيام بمزيد من الإجراءات، لأنه أنت بتتكلم عن فترات طويلة، بتتكلم عن مظالم كثيرة على كل المستويات، زي ما قلت لك مظالم على المستوى الشخصي، مستوى الجماعي، في حديث حول جرائم قتل، حول فساد، حول قضايا اقتصادية. فلا بد، مطلوب إنه النيابة توسع من عملها، تسرع من أداء، لأنه حتى إذا كان في شخص متهم وهو بريء، لأنه تأخير العدالة ممكن تكون على حسابه يعني، فتكون إجراءاتها أسرع، تكون إجراءاتها أوسع وأشمل وأكثر شفافية، وتتيح مبدأ العدالة لكل الأشخاص الشاكي والمتهم، وتتبع كل الإجراءات السليمة بما يتوافق مع الدستور، بما يتوافق مع المواثيق الدولية، لأنه تحقيق العدالة هو من سيؤسس للدولة السودانية الجديدة. لا، ما في ملك بيقوم إلا على أساس العدالة، فهي مطلوبة أو مرقوبة. وغيابة والعدالة هي جزء من الأساسيات، الركائز النظام الديمقراطي، جزء من حقوق الإنسان، جزء من حقوق المواطن السوداني الذي تأثر من سنوات طويلة بالحروب وبالفساد وبالمظالم. مطلوب نحن نأسس لدولة جديدة تقوم على مبدأ العدالة والحق المساوي لجميع السودانيين. طيب، تحريك إجراءات الآن كما ورد في الخبر في مواجهة مدير جهاز الأمن السابق صلاح غوش، هل إعادته للبلاد للمحاكمة ستكون سهلة أم ستعترضها بعض التعقيدات، خاصة أن النائب العام أشار إلى مسألة أنه ممكن يتم الموضوع ده عبر الانتربول؟ والحقيقة لابد يكون البداية أنه في بعد
سقوط نظام البشير في فترة حكومة المجلس العسكري، حكم المجلس العسكري السابق، كان في بلاغات وأوامر قبض صادرة من النائب العام وليد سيد أحمد، والبلاغات دي في قوة عسكرية منعت القبض على صلاح قوش، وده كان في استغلال نفوذ وضرب بالحائط بالعدالة. مفروض أول حاجة من قاوموا هذه العملية يجب أن أول حاجة يحاسبوا، لأنه ده فيه تحدي للقانون. الوضع الطبيعي أن يكون صلاح قوش مواجه ببلاغات ونيابات بحكم الموقع اللي هو كان فيه، موقع حساس، وهو كان المشرف الأول على الأمن وعلى التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات في الفترات الأخيرة من فترة البشير، وفي عشرات من خيرة أبناء الشعب السوداني قتلوا بالرصاص. فبالتالي الشيء الطبيعي تكون في بلاغات ضده. والشيء الثاني موضوع تسليمه، نعم ممكن يكون في بعض التعقيدات لأنه موجود خارج البلاد، وفي جهات منطبع حماية القانون والدستور والنظام سهلت للخروج برغم ومنعت وفرت للحماية. الدولة التي تحميه إذا رفضت التسليم، وده ممكن تؤدي لحساسيات وعملية دبلوماسية ومشاكل دبلوماسية. وما أفتكر في دولة من الدول بتقبل إنه في متهم هارب دولة أخرى ترفض تسليمه. الشيء الثاني أفتكر برضو من أفضل لصلاح قوش يواجه القانون في السودان، يواجه العدالة، وإذا كان هو بريء ينفي التهم عن نفسه. لكن عملية الفرار وهو كان في موقع حساس زي ده ويمشي لدولة أخرى، ده ممكن تثير شكوك حوله من ناحية القانونية، من ناحية قانونية ومن ناحية حتى سياسية، لأنه رجال المخابرات جهة وظائف حساسة فيه قدر كبير، تولى على قدر من كبير من المعلومات ومن أسرار الدولة. فالأفضل له يجي يواجه العدالة في السودان وتكون عنده الحرية وتكون عنده كل الضمانات القانونية أنه يتقدم لمحاكمة عادلة يثبت براءته ويتم الإفراج عنه على التهم. الأفضل أن يكون هنا موجود. يعني هل يمكن نتوقع أنه يقدم على خطوة زي دي ويجي السودان لوحده؟ ده الأفضل بالنسبة له، الأفضل له بالنسبة على المستوى السياسي، الأفضل له في النهاية. هو زول ضابط في قوات نظامية وقائد لقوات نظامية، وكان قائد لمجموعة كبيرة من الجنود، مفروض يكون هو غدوة أفضل. وإذا كان هو يعني بفتكر ما عليه تهم أو ما عليه إدانات، يجي يواجه القانون ويواجه العدالة. ما لصالحك أنت تكون مدير مخابرات وأمن بتاع دولة تمشي تكون موجود في تلجأ لدولة تانية وتفر لدولة تانية، دي ممكن تسير يعني تساؤلات كثيرة حولك. فالأفضل بالتأكيد هو أنك تكون أمام العدالة، تكون موجود، تكون ماسل، وتشوف إذا كان بعد كده العدالة هي بتقول كلمتها، يعني إذا كان هو مدان ولا ما مدان. نعم، وده الأفضل له من كل المستويات سياسيا وقانونيا وأخلاقيا. طيب نريد أن نتحدث أيضا عن تأثيرات المتوقعة لفتح التحرير في جرائم دارفور، ونريد أيضا توضيح للمشاهد، لأن كلمة جرائم دارفور كلمة فضفاضة وشاملة جدا، تفاصيل هذا الأمر، خاصة أن الرئيس المخلوع من قبل ذكر بأنه يعني بنفسه ذكر أنهم ارتكبوا فظائع في دارفور وقتلوا العديد من الأرواح. حدث في دارفور مأساة مخزية للسودان والإنسانية. آلاف السودانيين لقوا حتفهم، آلاف السودانيين تعرضوا لمهانات، لأسر حصد لها انتهاكات كبيرة جدا، فقدوا أبنائهم، فقدوا أمهاتهم، فقدوا زوجاتهم، فقدوا مصادر دخلهم، فقدوا غراهم ومساكنهم وأملاكهم. آلاف السودانيين أو ملايين السودانيين موجودين في معسكرات النزوح واللجوء في ظروف دون أي مستوى إنساني، دون أي معايير إنسانية. لابد أن تكون هناك تحقيقات حقيقية وشفافة وجادة، لأنه مأساة دارفور هي من الأسباب الأساسية التي ولدت غضب في السودان وعدم التعامل معها بصورة حقيقية وصورة في أربعة جادة مطلوبين. ممكن تساهم بقدر كبير في هتك النسيج الوطني، ممكن تكون تزيد في مفاغمة أي حلول سياسية والاقتصادية والاجتماعية للأوضاع في السودان. أربعة مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، نعم، تمت الإشارة إليهم من قبل النائب العام. اصلا في ثلاثه من الاربع هم موجودين حاليا في سجن كوبر. المطلوب ان تكون هناك زي ما ذكرت محاكمات عادله على اساس القانون السوداني، على اساس كل المواثيق التي تضمن العداله لكل الاطراف. اذا لم يتم التعامل مع ملف جاد دارفور وما حدث فيه
بصورة جادة وبصورة شفافة وبصورة عادلة، هذا لن يؤدي أن يتم فتح صفحة جديدة للسودان والاستقراره. أي مظالم على كل المستويات، لأنه ما حدث في دارفور، ما حدث من حروب في السودان، هو تراكم لأخطاء سياسية، تراكم لمظالم متواصل. السودان يحتاج إلى بناء، إعادة بناء على كل المستويات، إعادة هيكلة الدولة، تأسيس العدالة، تأسيس شفاف وعادل لتقسيم السلطة والثروة. نحن نحتاج لوطن جديد بمعطيات جديدة يقوم على الحرية، على العدالة، على المساواة.